السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل عجينة جديدة بتاعت الحواوشي، ان شاء الله يا رب تعجبكم. كل سنة وانتم طيبين. بنحضر النهاردة رمضان والاكلات الجميلة بتاعت رمضان. ماما النهاردة احنا عند ماما معزومين كالعادة ويا رب ما يقطع لنا عادة. النهاردة عجينة الحواوشي، بص الطبق اسمه ايه، سكر وملح وخميرة، هنحطها في المية. خميرة وسكر وملح، هنحطهم بقى. هنعمل حاجة ماما، اتكلمي انت يا ماما لان انا مش عارفة بقى هنقول ايه. يلا هنحط ايه، هنحطهم في قلب هنحطهم في قلب المية يا جماعة كده. سكر وملح، مية شوية دافيانة، ما سخنة، دافيانة بس. ودي اهو جميل، اهو حطيناهم يا جماعه، وهنقلبهم وهنقلبهم كويس جدا. ميه وسكر وملح وخميره. انا كنت بحط على الدقيق لما اجي اعملها، بحط على الدقيق و بسم الله ونلخبط. بسم الله الرحمن الرحيم. حط شويه صغيرين شويه صغيرين شويه صغيرين بشويه صغيرين علشان ايه العجينه تطلع مظبوطه، لان احنا برضو المقدار بتاع الميه ما نقدرش نحدده، لان انواع الدقيق بتختلف عن بعض. يا جماعه ما شاء الله هنعمل خطوات العجينه والحواوشي ان شاء الله مع بعض كلها خطوه بخطوه ان شاء الله. فاكرين انا اللي كنت عامله الفيديو الحواوشي بتاع العيش العادي؟ ماما بتحب تعمل هي بالعجينه، بس انا بحب الحواوشي العادي. جربوا ده هيبقى حلو ان شاء الله باذن الله. هنا هنفضل نقلب كده واللي عنده عجانه بيعجن في العجانه، واللي ما عندوش اهو يعمل زينا في الحله. والكحك والبسكوت بقى في العجانه جميل بس احنا برضو بنعمله على قدينا. اللي عنده عجانه يا جماعه يعملوا في العجانه. بعد كده هنغطيه ونسيبه يخمر، ولما يخمر هنوريه لكم. هما نيجي نعمل اللحمة بتاعته بالعصاج هنوريها لكم برضه. مية وملح ومعلقة سكر وخميرة بس، مفيش فيها لا زيت ولا أي حاجة. والله ماما ساعات بتحط فيها حبة زيت عشان تمسك. لا ما بحطش، وهتبقى عجينة زي الفل ان شاء الله. وهنوريها يا رب. هنظبطها دلوقتي ان شاء الله، وهنبقى نغطيها وهنبقى نوريها لكم بعد ما تخمر ان شاء الله. بدأت تلم اهي، لمها بقى بحبة دقيقة وماما صغيرين ان شاء الله. اهم حاجة ما تكونش ماسكة في الايد كده. لا وبرده لما تبقى سايحة شوية بتبقى حلوة، بحب العجينة سايحة. ما هي كده كده مظبوطة. نغطيها من على الوش بشوية دقيق كده اهو عشان تبقى حلوة. كلهم مغطيين بفوطة بأي حاجة، بفوطة أو بأي يعني بأي قماشة نظيفة، وبنغطيها وبعد كده بتخمر. بعد كده ايه بنوريها. شايفين يا جماعة؟ العجينة الطبيعية الجميلة دي. ورجعنا لكم تاني مع الحشوة بتاعت الحواوشي. الحشوه بقى بتاعتنا، انا قلت لماما تحط فول صويا نجربه، لان احنا سمعنا ان هو كويس قوي. وتعال ما نشوف بقى ماما هتعمل ايه.
اتفضل يا ماما. دي اللحمه المفرومه دي اللي تحتها دوت فول صويا، ما يتفرقش عن اللحمه خالص، ده شبه ده هو دوت. جبنا الفول الصويا وبلناه لمده ساعه وعصرناه قوي ولخبطناه على اللحمه اهو، بتلخبط ده على ده. بيبقى انا جربته قبل كده على فكره يا جماعه وكان والله جميل. فول انا صويا. سمعت عنه كتير كانوا بيجربوه. لا انا جربته ما عملتوش الا ما جربته. وخلطة الكفتة يا جماعة خلطة جميلة، أنا جربتها قبل كده برضو حلوة. خلطة كفتة على بهارات حواوشي من عند العطار وملح وشطة وفلفل وكمون. أمال ده إيه؟ هي بخلطة؟ ديت خلطة الكفتة، دي خلطة الكفتة ودي خلطة الحواوشي وشطة وملح وفلفل. وده يا جماعة فلافلة، فلافلة خضرة وخضرة، وده بصل مبشور، ودي اللحمه على الفول الصويا وحبه زيت. لحمه على الفول الصويا. تعالى بقى نعجنها مع بعض. الاحمر ده اللحمه. نعجنها بقى مع بعض ونشوف. اتفضل يا ماما. حط البصل اهو. بصل مبشور. حطينا عليه شويه زيت على فكره. حط عليه البهارات اهي. هو السر على فكره يا جماعه في البهارات، يعني نجاح الحاجه من نجاح البهار، واللي هو بيعمل ريجيم ما يزودش البهار شويه. وهنا ماما عامله لنا ايه اللحمه، مش يعني هي المفروض يكون فيها سمنية كتير اللي هي اللحمه البيضة، بس الصراحه عشان مش عايزين نتخن. لو عندك حته ليا في الثلاجه بتفرموها وتحطها عليها بتبقى طعمها حلو، وبتدي اللي هو الزيت كتير كده وبتبقى طعمها حلو بس بتتخن. بسم الله. احنا هنعملها ونسيبها ايه تتعصق شويه، نسيبها شويه في التتبيله على ما الايه على ما الدقيق بتاعنا العجين يخمر. هو العجين كده مغطيه وحاطاه في جنب. ماشي، عشان اللحمه تمص من التوابل اللي احنا حاطينها، الفلفل والكمون والملح والشطه والبهار اللحمه وبهار الحواوشي. وانا من هنا يا جماعه ببعت سلام كبير قوي 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 لدنيا غريبه، اسمها دنيا غريبه. بجد بجد انا ربنا يبارك فيها ويخليها يا رب، وانا بتشكر لها على الكلام الحلو اللي بتقوله عليا، ويا رب تكون هي كويسه وبخير وبسلام يا رب، وكل سنة وهي طيبة، كل سنة وانتو طيبين، ويجعلها سنة سعيدة على كل اللي بيشوف الفيديو دوت، وعلى كل المسلمين يا رب، واحنا معكم ولاد وولادهم معكم يا رب. اللهم امين. كل سنة وانتو طيبين يا جماعة. في بجد اصدقاء جمال 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 بنحبهم جدا، احنا صحيح ما نعرفهمش شخصيا بس والله من تعليقاتهم بنحبهم قوي، وقنواتهم قنواتهم جميلة جميلة جدا. ويا رب يا دنيا غريبة تجربيها وتجربيها كده وتقول لنا ايه رأيك، ان شاء الله هتبقى حلوة. الفول الصويا بتجيبيه بتقليه شوية، بتقليه لمدة نص ساعة ساعة كده، بعد كده بتعصري قوي فتحطيه على اللحمة المفرومة، بتحطي عليه الملح الفلفل الكمون والخضرة البهارات، وهتبقى حلوة ان شاء الله بإذن الله. واما نيجي ان شاء الله نعجن نبططه مع بعض هنشوف. انا كنت بعمل الخضره والفلافل انا عاملين، بس اكتشفت ان هم كبار بيبقوا طعمهم برضو حلو حلو، بيبان طعم فيهم حلو. والعجينه هي يا جماعه بعد ما عملناها ولسه عليها دقيقه اهي، ما شاء الله بصوا كترت خمرت فكترت اهي، ما شاء الله عجينه حلوه اهي يا جماعه اهي، ما شاء الله جميله. دي اللي هنعمل بها الحواوشي باذن الله، وهيبقى ان شاء الله جميل جدا. ايوه عامله زي المهلبي. خلاص بصور لو عايزه حاجه. وهنقرص يا جماعه اهو، هناخد حته عجينه اهو في ايدي كمان شويه. ما شاء الله يا جماعه هي هتنتفخ شويه كمان، يعني هي العجين انا بسمع ان هو لازم يتخمر مرتين، مره في قلب الحله والمره الثانيه كده بنريحه شويه، بنقرصه كده ونسيبه يرتاح شويه.
وبصي تظبطي العجينه زي ما انت يعني تظبطي العجينه زي ما انت عايزين، عايزينها صغيره عادي اه حسب حسب بقى المقدار الحجم اللي انتوا عايزينه. وبعد ما قرصناها يا جماعه، يعني احنا دلوقتي لسه مقرصينه شويه شويه، وهتلاقيه نفش كده، نفش وعلق، يبقى اسمه اتحمر. لا دي كبيره، هي ماما عامله مقاسات علشان في عندنا اطفال وكبار، فان شاء الله باذن الله يا رب يبقى بالهنا ان شاء الله. وبعد ما تعمل الخلطه نشوف. وده شكله لما عملنا فيه اللحمه، وهيدخل على النار وكلهم اهم ماما عاملاهم. هنعمله بالبيض ونحط عليه سمسم وحبه البركه. الحبه السوداء عندنا اسمها حبه البركه. سمسم وده شكله في الاخر، يا رب يكون. انا باكله اهو يا جماعه، انا باكله، طعمه جميل، شوفوا اكنه فينو، اكنه صندوق عيش فينو، وطري جميل ازاي، وطعمه حلو كمان اهو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك.